إذا بدك شغلة من ماما أو من بابا بتنقى علي وبتلح إنه بدي إياها بدي إياها؟ بلا بدي إياها، بس بحاول أبكي تعطيني إياها. يعني البكي بجيب نتيجة. إيه. طيب دائماً إذا بكيت بتعطيك إياها ماما ولا لا؟ أحياناً هيك أحياناً هيك. لا. مو دائماً. إيه. شي اللي بفيدني بجيبوا لي إياه، شي اللي بضرني لا ما بجيبوا لي إياه. شي مرة قالوا لك إذا سويت هالقصة منكافئك عليا ومنساوي اللي بدك إياه؟ إيه صح. استفدت من هاي القصة انه اشتغل حتى يجيبوا لي هالشغلة اللي بدي اياها. قالوا لك اذا تنقعدت عائل نعطيك اياها، شي مرة صارت معك؟ ايه. يعني اذا بتقعد عائل بيعطوك الغراض اللي بدك اياهم؟ ايه. معناها بالك طويل؟ ولا دائما بدك الشغلة هلا تصير فورا؟ لا بدي شغلي هلا تصير فورا. بضل بقلهم. دائما بتنفع هاي الالحاح؟ ايه. طفل كيف ممكن نعلمه الصبر؟ الاطفال غالبا لحوحين للشيء اللي بدهم اياه. مو ضروري نعطيه كل شيء، يعني دفعه واحده، يعني هلا ممكن تجيبي له كذا شغله تعطيه شيء شوي 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 هيك بده. يعني شو السبب؟ لانه اذا اعطيتيه كل شيء يعني انت اوقات ما حتكوني قادره وعندك القدره تعطيه يعني على طول. للدرج بدك تجي شوي شوي بالهداوه، يعني ما فينا مثلا نقطع عنه شيء فجاه مثلا هيك من هالاشياء. قديش مهمة طولة البال للطفل يتعلمها من هلا لوقت يكبر؟ لازم الواحد يكون باله طويل كثير، لأنه بس كبر ودللتيه زيادة ما راح تحسنيه تقمعي. هلا حسب، يعني واحد بشد وبرخي مثل ما بيقولوا، حسب اللي بده اياه، بس ما على طول لازم تعطيه كل شيء مثل ما بده. نحاول قدر الإمكان يعني نعطي شوي. أيوه هيك. إذا أنا مقتنعة بالغرض بجيبه من الأول شيء. ما نعطي كل شيء بده اياه، بس يعني نكافئه على يعني أكثر من مرة ما نعطيه، بس مو دائما ما نعطيه، كمان نعطيه بس يعني على القد. صارت الأم الله يصلحها بجاه النبي شوي بدي سكت ابني، خود الموبايل، رايح علمني نص ساعة مسيك موبايل، بدي سكتك مسيك موبايل. الصبر بتعلميه للولد لما بتقولي له مثلا انه اعملي هالشغلة لحتى اعطيك مكافأة عليها، انا ساعتها بده يصبر ويشتغل لحتى ينال الشغلة اللي وعدتيه فيها انت. يعني ممكن نلهيهم عن هذا الشيء بشكل مؤقت، بعدين نخليهم يجتهدوا هن يحصلوا عليه، فهي طريقه ممكن يعني. طيب شو نتائج هذا الشيء مستقبلا عليه لما يصير يافع او شاب كبير، موضوع انه تعلم الصبر من هو وصغير؟ الحياه اللي احنا عم نمر فيها لحالها هي اكبر دليل اللي عم بيصير معنا، يعني واحد بيتعرض لمواقف اشكال الوان ما بيعرف ممكن يصير معه ليكبر يعني.